فاجأت موسكو أغلب المراقبين بتوسيع نفوذها وعقدها لاتفاق رباعي مع إيران والعراق وسوريا، وأثارت جدلا واختلافا واسعا داخل الأطراف السياسية العراقية، حيث لاقى التحالف تباينا في المواقف لدى الأوساط السياسية في محافظة نينوى بين ترحيب وتحفظ شريطة بيان موقف المتحالفين بشكل واضح من تلك التحالف. هذا التحالف الرباعي الذي ادخل في حقيقة في الساحة العراقية صح التعبير والساحة السورية، اعتقد بان هذا الشيء مفرح جدا. فنحن العراقيين اليوم ننظر الى كل الدول التي تريد ان تساعد العراق وتدعم العراق لوجستيا، خاصة في اتجاه الجيش والشرطة والبيشمركة والحج الشعبي وكل القوات الامنية قوات العشائر. نحن مع كل من يمد يد المساعدة العراق على أن يكون هذه المساعدة غير مشروطة وليس وراءها دوافع سياسية، وتكون هذه المساعدة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والحكومة المحلية في مجلس محافظة نينوى. إحنا يعني قضية الاتفاقات الدولية التي حصلت مع روسيا هو هذا من شأن وصلاحيات الحكومة الاتحادية، أما نحن كمجلس محافظة نينوى فنرحب بأي جهد عسكري ينصب في طرد داعش من محافظة نينوى، ونحن بدورنا كمجلس محافظة نينوى نرى أنه أي قوة موجودة تحالف دولي أو روسيا تخدم هذه المصلحة نحن معها في مجلس المحافظة. فيما أكد المختصون في محافظة نينوى بأن التحالف الرباعي من شأنه القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بعد أن حاول تفتيت وتقسيم المنطقة، عازين سبب إبرام الاتفاق في هذا الوقت إلى استفحال تنظيم داعش وتماديه في سياسته الهمجية. بعد أن تشكل هذا التحالف الرباعي في المنطقة، لأن هذا المنطقة كما تعرفون سلبها داعش الإرهابي هذه التنظيمات الإرهابية التي اجتمعت في سوريا وكذلك في مناطق وأجزاء من بلدنا العزيز العراق، اليوم هذا التحالف ضرب هذا المخطط الخبيث الذي كان يريد يفتت بين أبناء شعوب هذه المناطق وكان يريد تقسيم هذه المناطق. اليوم أتصور هذا التحالف إيجابي وسوف يسرع من عملية التحرير لمحافظة نينوى. القضاء على الإرهابي بشكل تام واحترام السيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه أساس كل اتفاق بين الدول المتحالفة مع العراق، هذا ما أجمع عليه السياسيون في نينوى. لقناة المدى، مناف الشمالي.